جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وما هي حكم كايلادا هي ان بدعه لو قيبيو بدع حسنا يمد سيئا ما بدع وناكسن يمد حن. سيدو كلي قولك عمر ويري نعمة البدعة هذه إيو هذا الكيمام الشافعي وتلمامين بدعة مذمومة إيو محمود وقيب سنتو حجم ونقن كران تقسيم كاسي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. بدعة النبي عليه الصلاة والسلام أي إنو الشيغي إني بدعة بادتهي لما انتهدنا وضى الضلالته. نبي وحيد عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زيادة انت الضم بين السائب على قار نغضي انت هرنا أصحاب السنن كأي سوري يعني أي مبضن بسوري السي حديث كاسي وحديث صحيح وي. نبي وحيد عليه الصلاة والسلام وحنذين كدقى يا أمورها قوة للسود الرسي حقين لقو السود الرسي ما في الدنيا مس في الدين في الدين وقيتك في الدين حقتك كنت قيتك في الدين وحلقك هنا يا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نبي قال الله أمر بوشيغا أمر الدنيا يا أمر الدين. أمر الدنيا محكيري أنتم أعلم في أمور دنياكم أمور وجمع أمر. أمر الدنيا وحيئة نبي قوحو تلمامي إذن كأو أقوم بضن مركاين وحلقو سود الرسيو لقو كرنيو ممنوع ماءها الأصل فيها الإباحة إباحة واصلة وحي الدليل ريبا ومباح نماذا أديدا أحاران تنميا وكهدنت وحي كالأصل كإباحة الله استصحابيا أمور تأدوني أنتم أعلم بأمور دنياكم. أمر كاللباد والنبي الشيخ وحوي وأمر الدين من أحدث في أمرنا في أمر معرن في أمرنا وأمر إسوء إضافي النبي عليه الصلاة والسلام أمرك إسوء إضافين إسوء تيرين يا نوام حي وأمر الدين وأمرك الدينك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كي كسو الدرسية أمرك الدينك وحن كم إذا هين والقول ردينا يا الله أقبل ماي مرك إياكم ومحدثات الأمور ومحدثات الأمور في أمر الدين وأمورها لقول سود الرسية في أمر الدين بلغت المامية إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة شيك الصلاة سود الرسية وبدعة حلوش إذا كل محدثة في الدين لقيتك حديثك كلامك غاضنا يا وبدعة وكل بدعة ضلالة بدعة كستانة وبادي وكل ضلالة في النار بعد كستانة نار تيكسو كان تيبي معنى نار تلقو قليا أو نار تيصابيس. وحلم إذا حديثك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أدلة عين كاسي وأدلة عامة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقضية كلية وهي كل بشرة كل نوع حكمتها بابك عموم كمرك لقاها الضيو وتمرك وأم الباب أم البابوي يا صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذلة الفروع يعني الصيغة عمومك كل بأوقه الرية وأم الباب بالإلذاء أضمرتها يعني وحاول النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام بالعكستا إن إبادتها صاصة الماما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم ما وحن نقول يا شيئا ليس منه شيئا كم ذهب أضمرتا أما الذي ليس منه موصول كردك أما النكرة كردك تيات كردك تابع عموم بفائدينيس هذا الذي تلاهض أي لم عرطه ما هو موصول موصولاتك عموم بفائدين وهو أصلا هذا تلاهض شيئا وي ونكرة في السياق الشرطي نكرة في السياق الشرطي عموم بفائدينيس وعام من عمل عملا ومحي ونكرة عملا ونكره في سياق الشرط والنكره في سياق الشرط تفيد العموم نكره سياق الشرط دعضي هذا التحى اما التركيب او شرط او هريه اما شرط كتشيرو دبدي دعضي وحي فايدين يسا عموم اي عمل باسوغريا ليس عليه امرنا فهو رد ومردود ادله سوى ادله عامه دليل هذا عام كي مركز سو اروران
أصلك واحد تهي إن عموم لودري شذ عموم من الجو حمباره صص واصلا عموم كعين كاس هديد دليل خاص يلي وحكر ريبة يلا هلو ولا جر ريبة يا بحسب الدليل دليل كوح كر ريبة ولا جر ريبة وحي كلا وحل استصحاب يلا وهالشنا يا عموم كلا استصحاب يا وحتى عام كمرك الله خصصه باقي الحج كوي هاي عمومني ما اللي وجود دليل شنا يا أنت الدليل كوكر ريبة موية أنت كلا عمني ما دي ما اللي وجود دليل شنا يا تصنع علماء يعني جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وإسلوه قليلون أنا صدى صحيحة وصدى صحيحة وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبين عام كحتى لخصصا التخصيص قلاء الدليل الشرعي له خصصا حجك يهي باقية انت الله قرب الدليل كقرب مويانا انتي كالعام لماذا لو قدري شنيا صدى جماهير أهل العلم قبا وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبين هذا مخصص يعني مركا وح معينة كريبية هذا مركا عداد انت سأل كريبية باقي بحجك يهي والله خصص ومر هذا طال كريبية يعني وحوي ويسكفر انت معها انت الدليل كريبية بس بل كريبية وحيك لو حلو استصحاب يا عمومك يا الأصل بقاء العام على عمومه أصل كوائن عامك عمومك يسكب باقيها هذا عامك محل وخصيص كراء وحل وخصيص كراء أدله قول الصحابي أما قول الإمام أما الجماهير تصدى قبان مخصيص كرتا نص مخصيص كرتا ما يا وإن وحل وخصيص يا ويهي دليل وإن ويهي حتى قول الجمهور مخصيص يا أدل هذا الشرعي وحواجب الدليل كالشرعي إن عمومك يسل الدليل شلا واجبه حتى قول الصحابي خصيصي ماي ويقولك الصحابي نص كما خصيصي كرا حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم ما خصيصي كرا يا قبائن قول الصحابي وان صحابة كو إجماع ويسكو وافقين إن مركا وحوية وخصيصي كرا يعني النص وخصيصي كرا يعني علماء ما قبا إجماع الصحابة هالنغوتة أما إجماع السلف بهالنغوتة يعني مركا دليلك وخصيصي كرا وإجماع بخصيصها لورك لكن إجماع السؤال هي مت صحيحة وهي مسائل بضم بإجماع على الشيكتا يذن إجماع هين هذا مارتها مركا يعني وحوية تاسنا ساسوي انت مركا انو تلماني أدل لذن نبي عليه الصلاة والسلام مرب بضم بو الشيكي ان بدعا مردودتها ان محدثك استائتها مركا يسا مركا بدعتها بدعك استانا بادتها حتى خطبة الحاجة كتم خطبة الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام مناسبات بذنبه كخطبة ذين شروع خطب كيسة كبلا بنشري مروال بأوران شري شيك استوم محدثائه وبدعو بدعاك الصانة وابادي مال المال مها كم إذا ما أوران محدثات كقار كود بنبادي أهيو ما أوران حلقة يابا إلا يلهدو ورني أرقى كل عموم هفا إذا يسي لكن وقت يذا قار كود بواحد شروح لا يلهدو عموم يراد به الخصوص عموم خصوص لوغة شيدو واللفظي مركا عموم انت الله الشيغو مراد كاللوغة شيدا مركا هربي يهي خصوص ويهي حلورانا يوي جرتا تاسي لكن ما باب اسكفران با مستوى حوية علامات قاري لذا يعني اشياء ذا علامات يلاهدان وعموم يراد به الخصوص يعني واشي عقلا لقارانا ايو مركا هربا انا مركا وحوية لوغة شيدين عام نمدا ان لوغة شيدين خصوص لوغة شيدو يعني عقلا لقرنا يا أما حواست اللوها ليلة أي خلاف كذا على سبيل المثال الله وحو يري تدمر كل شيء بأمر ربها طبيش الله صدر قوم عاد وحي الشيء والبكوها لاقيسي أمر كرب جيد بيكوها لاقيس فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم هذا ما رأيته وحي النقدين قاران لأركين قريه دي مويانا وحكلا إسلا آيات ما حيث الماما يسا قريه دي إنيني هلاقين marka kulla shay in looga ma jeedo in ay cirarka iyo dhulka iyo guriyuhu soo guda galayeen ya oo in la yiraahdo yaani marka falam tudambiri samawati wal arda walam tudambiri al masakin cirarki may halaagin yaani guriyuhu may halaagin buurihi may halaagin dhulki may halaagin marka idan maadaama yaani hawastina ay ku aragno cirarki iyo dhulki oo baaqi ah qowm aad dabadeed اللهنا آيات كل شيء قريه هذه موية وحكة لنا يعني لا أركه إن وكباقي أهيل
دين عموم كني آن عموم نمل لوجت شيدين أي تاي عموم يراد به الخصوص عموم مركا وربا خصوص لوجت شيدو ومراد كلوجت اللي يهي مركا أي تهي يعني وحوية يعني مركا خصوص إنه يهي يعني وحي كعض هاي دليل كلفته دو كعطه حواستي عقلي غنا ومدل لغو قرنين وايه وحا الله يلي وأوتيت من كل شيء شيء كستال السيئي بالقيصة السيئي ملكة السبع وحما الشورة كل بالقيس إلا إله هذا بعض الأكرد يقول لكن وحي الشيء المحققين تقاركود إن كصة حمتها هاي بعده سلقية أي تنبيهين لكن سيدا كلام مشهورة وايه شيء كستال السيئي تي أشياء ذقار كود وأن لسينين آيات كلفته ذا بلقى قرنية فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير تلفته ذا مركا ميدي تقانيو هاي سيما مركا يعني شيء كستال السيئي أشياء ذقار كود وأن لسين بأجرة أو دين مركا وحوي قولها أما شمبرها أي ورقها أوليبته وأي أشقيان إن وحوية مركة شمنك أشقيان سيد النبي سليمان أمر كيسة أشقيين أيين تاسو كان لما السيناء يظهر وكعضة هذا مارتا يعني عدي مركة وحوية سوق هذا يسي عرشيغا إيكو كينا يسي إنتان مركة عندها يعني مركة ليسكو قبطاء لك لقادنا أما ليسكو قبن قدر كياري مركة وحوية يعني إنتاسو كلا كو كينا يسي لما السين مركا إذن أدلة لفته ذي كعضة مركا وأوتيت من كل شيء وحلقت المامية شيء ملكي قيد أباهنا باوحو البلسي وحن حاجة أين أقبين الزيادة كاء وباهي قار أين أقبين يذا مركا لقمت الماما وعموم يراد به الخصوص مركا أشياء ذا بحيكو كالدويهن عموم يراد به الخصوص إيو يعني العام المخصوص ولم ذو فروق بالشيغان عام كان مخصوص كان مركه هوري وحلوغه جيده عموم بالوغه جيده عموم كان هو لو حجيسنيا هدان دليل خصيصين مركه لا خصيصنا باقي قال لو حجيسنيا لكن عموم يراد به الخصوص مركه هربا عموم كان لوغه مدن لهين نص كمركي لا اورني او الله هذلك او يري واوتيت من كل شيء يا تدمر كل شيء بامر ربها إنك استطيع علماء قاركود بأمر ربها باقرناء إلهدين ودي إذن إلهي ما دام يكون هلاقا يسي وح الله يدمى كلية هلاقا يسي وح كلمية هلاقا إلا الله ما يدمينه سيدان علماء قاركود أيو لغير مركا عام كعموم كاللوغة تشيدو إيا عام كخصوص كمركا هوري اللوغة تشيدو وكال الدويه عام كمركا هوربا خصوص كاللوغة تشيدو عموم ومحو جاءها وح اللوغة الدلية هاي وحي طهي معناها قار كاللوغة الدلية معناها قار كاللوغة الدلية هاينا تو حلا جا قاضنا يا وحي تهاي وارني حسكي عقلي قبل لقوا قرنا يعني مركا ويان وضدك أي مركا حوا قرنا يان وهذا فهميان تصاوح حلا يلهذا عموم يراد به الخصوص باب كان هذا مركا مع عموم يراد به الخصوص با مسوى عام لفظي قني ما هو عام عموم خصوص لغة شيء ذا معها عموم خصوص لغة شيء ذو معها أصلنا وحوا عمومكم مركو صاروا إن عموم نمل لغة شيء ذو يا ما نعديد يا أو يعني مركا أديد يا إن عموم نما لجو حمبارنا متشرو مركا أصل كوا إن عموم كله حجي سنة يلو دري شنو هذا بقول الصحابي أما قول إمام أما قول الجمهور حتى ما خصيص كرام تخصيص كوا حبه هي الدليل بو بهين من نص أو إجماع يعني مركا لجو خصيص أيه أي مركا أبه هي هي أما وحوي مركا قياس جلي يعني مركا وحي كعبيران علماء قاركودنا يلهدان يعني مفهوم كي يعني نفي الفارق أي كعبيران علماء قاركودنا مفهوم موافق أي كعبيران هكذا مركا الثاني وحوية واللفظ عام وعموم أسوأ أروري عموم نمن اللوغة تشيدو علماء بضلنا أي ودري الشدين عموم نمذا صحابة قاركودنا أي يلهدين سيد عبد الله بن عمر وحو يلي كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة عبد الله بن عمر وحويله ومن علماء الصحابة كم إذا هاي بالعكس تواب بادي وإن رآها الناس حسنة تدكها بو أركان إني حسنتها هاي حوت المامية عموم كين عموم نما أقاطي وعموم نما أدري شنو أي ماذا قاركوذا يسلا عبرين معناها أنا أي كفهمين وإمام مالك لمن زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة إمام مالك وحويري
قفك الشيكتا إن الإسلام كسوغان تي بدعو وقبو إساقو إن حسنتها إمام مالك با أرانيا إمام الدار الهجرة شافعي شيخيسي أي أرانيا فقد زعم أن محمدا خان الرسالة وحو شيكتا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الرسالة الخيامية أي شيكتا يعني آثارت موضوع كسوغان رتعين كوافق سيدا النسكا وإن إساء أفهمين تلمام إساء سياسي أجرتا هذا أمر كوحوي قول كعمر أما قول كالشافعي أما علماء قار كذو بدع قيب قيبي حديث كالنبي كما خصيصي كران يضو صحابة أئمة قار كذو عموم كأوقاتين أغنى عمل فلين أين الشيقين إن بدع حسن الله إلها أين الشيب حلورنا يما خصيصي كران تاسيوات شواب شواب طلبات وحيتهاي ما دام أين قرني إن المركز هذا الصحابي هي هذا الإمام هي هذا العلماء قيب كم إذا أي تري أنا النص كالنبي عليه الصلاة والسلام عام كائن خصيص كرين تص أين قرني حلو توجيهنا يا هذا اللذذن يعني الصحابة يا أئمة يا صحابة قاركود يا أئمة قاركود حكم مركز الشيغان وحيكورنا يعني اجتهاد بيكورنا يعني إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر عالمك أما إمامك أما الصحابك هذا الكيس ومسألة فتوى ذا أمي لهذا وحو لحيا لا بين خطأ وصواب واجتهاد أقبرك رخطأ الصواب مدولبا عمومك حديثك الصحيحين كان قلايا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران هذا حاكمك الدون إنه وحكمه أو اجتهاده ودذاله أو ذا حق أصيبه لبا أشرب يرنيا هدو إنتو اجتهادو دداله أو خطأنا أو قفنا هل أشرب يرنيا وبين أجر وأجرين وبين خطأ وصواب ساسو مركا لحيانا هدبا هذا الكمركا أي لهدين عمر ويلي ما وحلقو حنباريا إنو هذا الكنبي خلاف سيهي بس هدين لو عذر داري كرو هذا الكنبي اللو وافتين كرو وحق من وفي عن إلا وافتشيو إلا إلا هذا الكي النبي كهريمي وحق من إلا إلا هذا وشوليه هايو وشقاسو كوافقيا إلا إلا هذا لبضا كيف عن يعني علماء إلا عذر دارو أئمة إيا الصحابة إيا مركا وحويا هدية أي مركا نسك خلافان وعذر دار مركا إنا يخلافين إلا عذر دارا يعني وحويا الويفي عن تهي هدي إلا توجيهن كرسي وافقيا سنسكنا وصيدا مركا وحافي عنوي ومن باب حسن الظني ملونا أكسن إنو كم ملينو أي إنو كحن بارنو أيانا في عن هذا الكنبي إنو كهري مادنا مدوني هذا ونعمة البدعة هذه يعني مركا بدعة ومركا عمر الشيغة يا محيطها يعني عمر صلاة دي التراويح ذا أي نصوش شاقنيها الدير أي مركا وحوية دتكي ويالي إمام كليا وتتشينيا ويكدبت كذان ويكحدان تاسو إيانا تاسم بدعة وبدعة الشرعية ميين نقونا إسايا والدليل بوحان لهين ميا إسا الدليل بيلاده ما يقال لي قيام كالرمضان إن شمع لقوتو كذا الدليل بيلاده دي النبي قال سميه أحاديث الصحيحين كي غير كذبا قصة أروري لبه بينبو النبي قلتو تشي عليه الصلاة والسلام قيام كالرمضان الصحابة ذا مركا قار كذبا تشي ويكدبت كذين markii damana hukumka waa la nasaxay oo dib looguma daba tukanayo looma jamacsanayo ma oran dibna looma tukanayo ma oran ee wuxuu sheegay cudri buu sheegay cudurdaar keensaday inuu arinkii joogteen waayo cudurdaarkaasi waa maxay waa inuu ka baqay ummada in lagu faral yeelo saxiixankeena ku taala bukhari iyo muslim ya sidaasan iyo ku soo bixi waayo gurihiina ku tukada hadda waa maane والشيء النبي قد يدي إنه مركا استمرار دائما تشوكتيو قيام رمضان إنه تشمع الصحابة كتكشيو أصل كي الشرعية دانا وعدي سببت مركا وحوية هدى وقصوا بحواية أسي وذواية يعني تشمع قيام رمضان وكتكشينا أيو وتشمع نمال قدت كان أيو إساونا تكشينا أيو مانع أودي دينا وحوية وحان كبقي إن ليذن كفر ليالا أي النبي قيل عليه الصلاة والسلام مانعي با ماشا كبحي مانعي وازولي مانعي كسولي
وحو كزولي النبي عليه الصلاة والسلام قيريوتك قيريودي عليه الصلاة والسلام أو وحي الدنبؤ السود دقيا مجرو يعني وحي قواقوال شيئا هرفر الواهي دفر اللوغي يرماي مانع ما دام السورة مش كبحي عمر بن خطاب سنة دي إنو الصنة ولا يؤدونا سنة دي محايا هاي سنة دي النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم سنة دي النبي إلى النبي ما دائمين وما تشوكتين إن قيام رمضان شمع اللي قلت كذا صلى الله عليه وسلم سنة دي النبي وحلو رانا يا إلو تشوكتين مانع بأودي دي حديث كان الشيقية مانع مركو زورنا حكم كيو حنغانا يا ميد مركا استمرار كي مركا ونغانا يا ميد سغان قاعدة دي وين نقل الشيقني يا إذا زال المانع عاد المقتضي وقاعدة فقهية وقاعدة شرعية هدو مانع السولة وما شكبحو مقتضي كين سنة يحكم كوحو صور لابن ايا محاود دي دي مركي هوري مركا تشمعني مدن وحي كين صدي واه مركا فضيلة شمع إن لقوتو كذا إن لرهاديو وحاود دي دي وحي تهي مانع إن لوغا بقي مانع مركو ما شكبحي دي وحي النقطي إنو مركا عاد المقتضي سيدا ساع عمر أسو النولي أو يساء قلت كذا مركو أركي دتكي وساء قلت كان ينا وإمام كري تشين ينا وحول نعمة البدعة هذه مركا وحوية ما بدعة الشرعية أو أن مركا إذا الشرعي الله يسنن ميا مسوى حوية اعتبار باب بدعة الله إطلاقي وإن لم تكن بدعة حقيقية شرعا بدعة حقيقية شرعا ييني أهم به اعتبار باب الله إطلاقي بدعو ما هو تضمبوي اعتبار بدعة الله إطلاق بدعة حقيقية وبدعة شرعية ماها وهي شيء كان دليل لهين ببدعة شرعية نقنية يا لكن تاني الدليل بيلاده يعني خلفاء الراشدين كنوا السمعيين أو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي مركز سنة النبي سنة الخلفاء ضبا سداس وقص قنطهاي سداس آودين تقسيمك بدعة لقيبنا أيه بدعة شرعية بدعة في الدين محدثة في الدين بدون إذن من الشرع وحل بسوا الدرسيي قيبنا لقيبنا أيه لعرنا أيه يعني مركا ومحمودي مذمومة نقنا يسا أما وحوي مركا واجب أيه مباح أيه يعني مركا مندوب أيه أيه نقنا يسا أحكام الخمسة كدريري يسا صح ما قيبنا لقيبنا أيه وحل وقتش هذا بدعة لغوية اعتبار باب بدعة اللغة إطلاقي لغة أوه نمط كان إنا نمرك إسا وقت كان دواء إنا نتشرين أما استمرار كي سؤال نتشرين يعني اللغة إطلاقي تاسنا بدعة دي الشرعي هيدي حقيقي هيدي نقن ما إسا وحي نقن إسا بدعة يعني اللغوية اعتبار كائن بدعة اللغة إطلاقي سيبا يقع الصبتهي ولو سي قديم هو أهاته يعني مد النبي قال لك كل ما إسا هو أهاته سي كليتهي مدعو الصبو ده وقت باي قضايا اللي تشوتشي إنك استوم مانع ديدي مانعنا ماشا كبحي هتمرتها سيداس آودي أيا مركا اللو يري نعمة البدعة هذه اللو يري مركا وحلقو حنباري بدعة اللغوية إن لوغة شهده سيدانا علماء محققين أكو حنباري ومركا كو توجيهي وكو تلمامي يا يعني ولي بوحا صار ورطي الرواية كالو الشيقي سيهديتني بدعة يشطيكو عرس إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة لكن صحيحة تاسكم الصغنى صحيحة كم الصغنى صحيحة وحكو الصغن يضو شرطي كمران أيكو الصغن على كل حال توجيه هذا وحكم باهن انت رواية هذا مركز مركز شرطي الشيريس حاجة أم قبل صن مركز قصب صن إمام الشافعي إنه بدعة محمودة مذمومي أقيب صنطاء بدعة أقيبني وبدعة لغوية أما بدعة الشرعية يضو ووض الضلال وحديث كالنبي إنه خلافه يعني مذو ربي ماءها مدو الدون يين ماءها تي أن دليل لهين با بدعة مذمومة نقنيسة وأنا تبدعة شرعية اللغة تشيده لكن تي الدليل له بدعة محمودة مركيسة وية بمعنى نمط كيدو هبع عصبا يعني ماءها بدعة مركا وحوية مذمومة نقنيسة سوى محمود مركا هدي أي دليل لا ظهي شيء الدليل لهنا دوا كبحيا يعني بدعة شرعية أهيد وكبحيا عز الدين بن عبد السلام مركو قيبين يبدع ورنا يبدع أحكامه خمسة يا كدريرة وبدع واجبة شرتو مد سنة شرتو مد مباحة شرتو مد مكروه شرتو مد محرمة شرته بدع وقيبين يوان نوعي واحد تلمامين علماء قاركود بدع وقيبين يأنيته اللغوية دي حاول دليله
وحاو الدليل أشياء فربضا وعز الدين بن عبد السلام أور هديي بدعاحن إن يتهين كت المامي أون الهديي أيام مركا وحوي يعني كرته أولي بدتك قار كودو هذا الكيس عس كذا أي دونيان إن يلا هذا وبدعة حسنة أي سقوح يلا هذا وبدعة ضلالة وبدعة بادئة يعني وحوي أو إنكرا أو رديا مركا تأقيبين أيام وبدعة لغوية وهي بدعة شرعية أهيد ماءها سداس أودد أيو إنكري أشياء فربضاً وضدك قاركود أي دونيان عمومات إني قريان أما قياس يكسوغان يوح لمدا أيو إنكري ديدا أرديا وكشيغا إني بدعتها قاركود نقود تلماما إني الضلالة يبادتها مركا سداس أودد تا وقيبين أيو حوغات شهيدا بدعة لغوية أي مركب وقت شيء لا هذه اللي قصوا قاضوا الله فرضيه إن العلماء قار كود سيد عز الدين بن عبد السلام أقيبيه بعد الشرعية ده وحلو رنا يا من نص قال الراعية يا حديث النبي جا مس قول الشيخ بال الراعية أقواش علماء حوي الدليل بيبهيه هذه مسألة ليس خلاف الله محيري فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا شيء اسكو خلافتان الله يا رسول كي سوء عليا في شيء ومحي ونكره في سياق الشرط وحي فايدين اسا عموم شيء كستو أمورت الدين كمدا أصول كدين كمدا هذا أصول الدين أما فروع الدين كمدا هذا هذا لا اسكو خلافه فردوه إلى الله والرسول الله يا رسول كي سوء عليا يعني كتاب الله يا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعليا سيدا كتابك يا سنة يعني مركا وقلنا وان شهب بضان يكوتو سنيان يعني مركا قاتو مركا كعم الفلا لغت المامية وحلم إذا آيات كله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وحكى الصيص وخلافتان والشيء حكم كيسو حق الله بو أهاضي يعني مركا وحي علماء قاعدهان يلهدان أقوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها أقواش علماء حجة الدليل باللور راديا محاو الدليل اللي يلهدا لكن يقل لما حجيستو قولك عالمك حجة معها إساق أباهان مركا إساق إن الدليل لور راديو كتابك هي السنة دي إجماع اللغة صمّا يرحديره إسقى أباهن لكن إسقى اللي حجية استو حجية الدليل لقد نكتول لي له ذو هبل بائي الدليل هبل ما الدليل بائ هبل وعارم يخطئ ويصيب هذا الكيس هو قابل مركز ردي يقبول بمد والباء أخبرا إمام مالك محولي ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر أحد نجم مدها إنه وحردينا يا أمل لقول ردينا يا مويانا كقبر جاء صاحب كامرك الله جرهابه بمعنى النبي محمد مرك الله جرهابه عدي النبي محمد كسر حري أما وحبو ردينا يا أما ولا ردينا يا هذا الكيس هو قابل للرد والقبول مذول بوا أخبر يا هذا الكاس إمام مالك بكعام بحي وحسك لك المي شيخ السير ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي أي كقاط شيخ السنوح كقاطي مشايخ دي سيبو كقاطي مجاهد يأي كمد أهايين حكم ابن عطيبة يأي كمد أهايين أي كقاطي يقول نوحي كقاطين ومجاهد كقاطي عبد الله بن عباس أو طبران يوحو كسووري كتاب كيس معجم الكبير ك إنو مركيس عبد الله بن عباس سيدان يلي سنة ابن عباس اللي قسووريني أنا الصحيح وي هيا الشيء طبعا هذا مركيس مركا معجم الكبير كوحا كل عضي يعني مركا وحوية رفع باكل عضي لكن ولا أشبه أن يكون موقوفا سيدا مركا وحوية وكان شبذا يهي أودو ذهي وإن عبد الله بن عباس موقوفك يهي وحو تلمامي عبد الله بن عباس أحد كستونا قمد هذا الكيس وحنوه اللي قدتك يا وحنوه اللي قادنا يا رسول الله مركا لقر يابو عليه الصلاة والسلام يسقى هذا الكيس والله وضا قادنا يا مركا ساس أودد وحلو بها يهي الدليل كإن للراعاء يلو بها يهي وحوية علماء هذا يدعو ضمرك إذا مركا إن اجتهادا مسألة نسك أخلافانا وله عذرا وله عذر دارا هذا الكود نوحي لا بين يعني صواب وخطأ يعني مركا حون يعني خطأ يا صواب دحيا لا بين أجر وأجرين أجر يلا بقى أجر أي دحيا لا أعذارت علماء اللي هو عذر دارا مركا النص يعني خلافانا العلم بضمك والرمي لكن وحا كتاب قيم كقري الشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام مركا خلاصة وحيتهي على كل حال أثر تاسي ومدلل أها إن وحوي بدعة شرعية ويعني مركا شرعية وح بدعك وأه أن دليل لهين إنه مركا حنقنيه مد محمود وفي عنه بدعة حسنة لسكورنيه
يعني ما نقنيسه تكلوا حلورنا يا حسنجا شيء يقول إنه بدعة حسنة يا هاي حسنجا محل جو أجداه أبي الشرع أم بالعقل مع عقل قالوا جو قرنا يا إني حسنات هاي مثل الشرع قالوا قرنا يا هدي ليها عقل قالوا جو قرنا يا وحلورنا يا إنه عقل جو واحد تحسينيه واحد تقبيحيه شيء حسن كيا شيء قبيح عقل قالوا كلا صاريو دي أهل السنة مقبان هو طريق لجو يقال معتزلو أتورنا يا ابن السبكي وحكمت المعتزلة العقل وحي حكم كدكتين معتزلة عقلها وحي عقلها وناتشيه وحي لواء وناكسيه وحي عقلها حمانك الشيغان وحي الهد وحميه تتاسي طريقة أهل السنة ما هي أهل السنة وحي قبان وحتى الشاعر ذي ما تريد يدنا أي مركة وحوية تنكل الشيران إن وحوية الشرعية تحسينك يتقبيح الوغاني دي هديد دليل الشرعية أو الشيغي شيغان إنو حسن يهي وكبحيا يعني مركا وحاني يعني بدعادي وكبحيا وإذا شرعي با مركا الله هيا إذا شرعي أي الله هيا يعني مركا تاسي ساسي إذا بين نغني سالك وحي إذا شرعي أن الله إنني وحي نغنيان إن أي مركا بدعادي كباقيهين أي نغنيان لكن وحي النص إجماع له يقول وحي نغنيان إن كهديهين والله أعلم.